welcome back to Lee Vlogs. بعرف صار لي فترة كتير كبيرة ما عطيتكم أي أبديت عن وضعي الصحي. أنا هلأ طالعة على المستشفى، عملت كتير تحاليل وعملت كتير صور، فهلأ طالعة لحتى أشوف الدكتور ليقول لي شو نتائج تحاليلي والصور كلياتها، خصوصي من بعد ما عملت آخر جلسة كيماوي اللي كانت من شهر تقريبا. اليوم رح أروح وأقدر أعرف إذا أنا العلاج كان عم يساعدني ولا رح أضطر إني أعمل علاجات من أول وجديد ولا لا. ما عندي أي فكرة شو بده يصير اليوم، سو خليكن معي رح آخذكن معي بكل شيء. هذا اليوم يلي عملت فيه أنا البيت سكان، اضطريت إني عيد البيت سكان مرتين. طلب مني الدكتور إني أرجع عيدها لأنه أول مرة ما بينت النتائج كتير منيح، مشان هيك اضطريت إني عيدها. وبكل مرة كنت عم روح لحتى عامل البيت سكان كنت قاعدة عم صور لكم كل شيء. والمرة الثانية لما رحت ما بتتخيلوا قد ايه كنت متوترة وخايفة، لأنه فعلا ما كان في عندي أدنى فكرة شو كانت نتيجة الصورة الأولانية وليش طلب مني الدكتور إني أرجع عيدها للمرة الثانية خلال هالفترة الزمنية القصيرة. كل مرة بروح على البيت سكان بحس حالي مثل كأني فايتة على أكبر امتحان بحياتي. أنا هلأ فتت على الغرفة وهلأ رح نبلش. ما تتخيلوا قد ايه هي البيت سكان بالنسبة إلي مهمة، لأنه حاسة إنه هي البيت سكان اللي حتحدد إذا أنا بإذن رب العالمين شفيت من السرطان ولا لا. دعوني. وأخيراً إجا اليوم يلي شوف فيه دكتوري. بهذا اليوم ما ممكن أخبركم أبداً قد ايه كنت متوترة، يعني فعلاً مثل ما بيقولوا عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وهيك كنت حاسة. كالعادة ما بيخلوا راما تطلع فورا، هي ليك قاعدة تحت وينها هون. هي راما لبعد ما يفوتوني لعند الدكتور لحتى يقبلوا انه تطلع راما وتصير عندي. انا بعرف انه في كتير منكم صار عم يسألني على اليوتيوب، بعتني مسجز انه لين طمنينا شو صار معك بالكانسر وشو نتيجة البيت سكان. بالفترة الماضية وضعي الصحي كان عم يتكركب شوي، يوم بكون منيحة يوم ما بكون منيحة، سو كنت عم روح واجي على المستشفى كتير لحتى عيد تحاليلي. ومن فترة كمان صغيرة عدت البيت سكان، ومشان هيك أنا موجودة اليوم بالمستشفى لحتى يقلي الدكتور شو نتيجة البيت سكان وإذا رح نحتاج نرجع نعيد الكيموثيرابي ولا للوقت الحالي أنا منيحة. طبعا بما إنه وقت الانتظار بيكون كتير كبير، ليكوا أنا وراما كيف بنضل قاعدين عم نلعب، هي عم تصورني وأنا عم صورها. رما شو قاعدة عم تعملي على موبايلك؟ طلعي فيني. يا ريت بقدر زوم هيك على نص الموبايل لحتى اعرف شو عم تعمل. وهلا كمان خلصت تحليل الدم، سحبوا لي دم، ناطرة لحتى اشوف الدكتور. ما بتتخيلوا قد ايه متحمسة وقد ايه خايفة لحتى اعرف لوين وصلنا بعلاجي، وإذا بإذن رب العالمين قدرت إني أتخلص من هي المرحلة وأتعداها ولا لا. بهي اللحظة ما ممكن خبركم شو كان عم يدور براسي. كنت عم بتذكر رحلة علاجي من البداية للحظة هي، كنت عم بتخيل كل الأيام اللي ضعفت فيها وقويت فيها وتحملت وما تحملت، وكنت حاسة إنه هذا اليوم اللي أنا كنت ناطرته وما لي عارفة شو ناطرني. يا جماعة صار لي 3 ساعات ناطرة ولهلأ ما فتت، ما بعرف قديش لسه في ناطرة، ما تتخيلوا أعصابي قديش تلفت. هلأ أخيرا نازولي. Thank you so much. Thank you. أخيرا فتت. هلأ بعد 3 ساعات ونص صرت بالأوضة وهلأ ناطرة تحليلي لحتى تطلع ودكتوري لحتى يجي. يا رب يا رب يا رب. Good morning. Hi. Good morning. How are you? I'm good. How are you? جايز انا هلا رجعت على البيت وشفت الدكتور وطلعت نتائج التحاليل كلياتها، وبعرف صار لي زمان انا ما عطيتكم اي ابديت عن وضعي الصحي لانه كنت عم بمرق بكثير طلعات ونزلات، ومرات بكون منيحه مرات ما بكون منيحه ابدا. وكان عم يطلب مني الدكتور انه دائما روح واعمل تحاليل
واخر شيء طلب مني انه نعمل البيت سكان واضطرينا انه نعيدها مرتين. سو بيسكلي اليوم رحت لعند الدكتور وطلعت نتيجه البيت سكان. وبكل اختصار نتيجه البيت سكان كانت كثير كونفيوزينج بالنسبه للدكتور. خلوني بس احكي لكم قبل عن البيت سكان لتعرفوا شو هي بالضبط. البيت سكان هي صوره بتنعمل للجسم كلياته بتبين الخلايا السرطانيه. طبعا المريض بينحقن ماده فرجيتكم اياها اكثر من مره على الفيديوز، فرجيتكم كيف بطلع وبعمل البيت سكان. بينحقن بمادة مشعة وبنفس الوقت بيشرب شغلة بتساعد انه تخلي كل الخلايا السرطانية تضوي بهي الصورة. يعني الصورة اذا فيها اي شيء مضوء هذا معناته انه هدول هن خلايا سرطانية. وهذا النوع من الصور بيقدر انه يكشف حتى الخلايا السرطانية اللي موجودة بالدماغ، ومعروف انه هي المنطقة الخلايا السرطانية فيها كتير صعب انها تبين على اي نوع صورة تانية. على اي حال انا اليوم مالي عارفة حالي اذا مبسوطة ولا متضايقة، بس نتيجة البيت سكان تبعتي كانت شوي confusing بالنسبة للدكتور، لأنه لقوا بأكثر من محل. لقوا بالليفر، لقوا بالسبلين، لقوا بالسكيلتون، عند الحوض، بأكثر من محل، حتى باللونجز لقوا محلات فيها خلل، بس بنفس الوقت هن المالون عم بضووا 100%. فهذا الشيء بالنسبة للدكتور كان مقلق نوعا ما، فقال لي إنه نحن بدنا نضطر نعيد البيت سكان بعد 4 أسابيع من هلأ. ما بيقدر إنه يعيد ليها فورا لحتى يقدر يعطي فرق وقت بين أول صورة والثانية. وطلب مني إني تابع نفسي كتير منيح، حاول أسمع لأي سيجنالز أو ساينز بيعطيني إياها جسمي، إذا تعبت، صار علي حرارة، نايت سويتس، أي شيء من هدول العوارض إني فورا أتواصل معه شخصيا وخبره على كل شيء عم يصير معي. بس من هون لوقتها بدي أرجع عيد البيت سكان، وإن شاء الله يا رب انه ما تكون خلايا سرطانيه جديده طالعه بجسمي. هذا اللي عم بتعيله من قلبي. على اي حال الشيء المفرح نوعا ما انه الخلايا السرطانيه اللي كانت موجوده بجسمي كان في لها استجابه كثير كبيره للعلاج، ولكن شافوا شغلات جديده. على اي حال مثل ما بلشنا باول المشوار، املي برب العالمين كثير كبير، واملي بالشفاء كثير كبير. وكلياتنا بنعرف انه هي رحلة ما لها سهلة وما لها قصيرة، وبدها صبر وبدها قوة اعصاب كتير. فيس هذا كان كل شيء لليوم. بتمنى انه تضلكم عم تدعوا لي، وبشكر كل حدا فيكم عم يبعث لي مسجز على اي من مواقع التواصل الاجتماعي تبعي، وذا كانت يوتيوب، انستغرام، فيسبوك او اي شيء، او حتى عم تتصلوا فيني دايركتلي. انا ما بتتخيلوا قديه بقدر وقفتكم معي. يعني بهي الأوقات الصعبة صدقوني كل كلمة بتحكوها ما بتتخيلوا قد ايه بتعمل فرق كتير كبير. على أي حال هذا كان فيديو اليوم، حبيتني أعطيكم أبديت وخبركم على كل شيء عم يصير معي بوضعي الصحي، وأنا بحبكم قد الدنيا كلياتها. إذا حبيتوا إنه تفرجوني شوية حب، ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، لأنه فعلا عم بنبسط بكل واحد فيكم، وأنا بحبكم قد الدنيا كلياتها، ورح أشوفكم بالفيديو الجديد. باي باي.